السلام عليكم، ازيك يا شباب؟ كل سنة وانتم طيبين، يا رب يكون ترم خير عليكم بإذن الله. أنا اسمي دكتورة حنان، هديكم مادة الكيمياء الحيوية. هنبتدي في المحاضرة الأولى. المحاضرة الأولى هي عبارة عن محاضرة تعريفية بالمادة، المادة بتحتوي على ايه او معناها ايه. بداية عندي تعريف البيوكيمستري، يعني ايه كيمياء حيوية. الكيمياء الحيوية طبعا هي عبارة عن الكيمستري اوف لايف او الكيميكال بيزز اوف لايف. هي بتعتمد على ايه او بتهتم بايه؟ بالفاريوس مولكيول الموجودين عندي في الليفنج سيل والكيميكال رياكشن اللي بتتم في الليفنج سيل. يبقى اذا الكيمياء الحيويه بتهتم بايه؟ انترست بالليفنج سيل. ايه اللي في الليفنج سيل؟ الكيميكال رياكشن او المولكيولز اللي موجوده جوه. الايم اوف بايو كيمستري، الهدف من الكيمياء الحيويه، ليه انا بدرس الكيمياء الحيويه؟ الهدف الاولاني بالنسبه لي اللي هو المولكيولر تيرم. يعني ايه المولكيولر تيرم؟ كل الكيميكال بروسيس في الليفنج سيل، سواء كانت ستراكشر بتعرف على الشكل الكيميائي، الفانكشن، الوظيفه، الميتابوليزم، الايد، الريجوليشن، التنظيم، هاو لايف بيجن، ازاي الخليه بتبتدي الرياكشن بتاعها او التفاعل بتاعها. يبقى اذا اول فكره عندي في البايوكيمستري ان هو بيتعرف على الشكل بتاع المركبات والوظائف بتاعته. الفكرة التانية ان هو to maintain الهيلث، يعني بيعرفني الاوبتيمم دايتري انتيك، اخد قد ايه من الفيتامين، اخد قد ايه من الامينو اسيد، من الفاتي اسيد، من المينرال، من الووتر اند سو اون. يبقى بيظبط لي الوجبه الغذائيه بتاعتي. وبالتالي هيبقى الفكره التانية to understand disease and treat them effectively. يبقى هو اتعرف على المرض بتاعي، هقدر اتعرف عليه عن طريق البايوكيمستري، وبالتالي هقدر اعالج المرض ده. في الجسم عندي او في الهيومن بودي في عنده ايه؟ في عنده بعض الاليمنتس الموجوده اللي بتقدر تكون لي المولكيولز اللي انا عايز اتكلم عنها. ايه الاليمنت اللي موجوده عندي؟ عندي كربون، اكسجين، هيدروجين، نيتروجين. دول بنسبة عالية، بنسبة الكربون 50%، الأكسجين 20%، الهيدروجين 10%، والنيتروجين 8.5%، and بعض المركبات التانية أو بعض الإليمنت التانية زي الكالسيوم، فوسفورس، بوتاسيوم، سلفر، صوديوم، كلورايد، مانجنيز، والمغنيسيوم، والأيرن، والأيودين. كل دي and so on من الإليمنت الموجودة عندي في الجسم بنسب مختلفة طبقا للاحتياج بتاع الجسم. يبقى اذا النسبة الكبيرة هتبقى موجودة من ايه؟ موجودة من الكربون، اكسجين، هيدروجين، نيتروجين، لانه ده اللي بيكون لي الاستراكشر بتاع المركبات الكيميائية اللي عندي. هنبتدي نتكلم على المولكيولز في الكيمياء الحيوية اللي هي البايو مولكيولز. البايو مولكيولز اللي عندنا هما اربع انواع من البايو مولكيولز: كربوهيدرات، ليبيد، بروتين، نيوكليك اسيد. يبقى دول الاربعه بايو مولكيولز اللي موجودين عندي في الجسم. بايو مولكيولز او المركبات الكبيره ديت بتتكون من مركبات صغيره هي اللي بتكون لي الاستراكشر بتاعها، بتسمى بالمونيمر. زي مثلا انا عندي النيوكليك اسيد، المونيمر بتاعه هو النيوكليوتايد. الكربوهيدرات، المونيمر بتاعه هو المونو ساكرايد. الليبيد، المونيمر بتاعه هو الفاتي اسيد. البروتين، المونيمر بتاعه هو الامينو اسيد. يبقى اذا انا ممكن اعرف البايو مولكيول بمسمى تاني اللي هو البايو بوليمر، composed of repeated unit، عدد مكرر من المونيمرز او البيلدنج بلوك. ويهمني جدا كلمة repeated unit.
موجودين عندي. لو انا عندي البروتين كبايو مولكيول هيبقى الامينو اسيد هو المونيمر بتاعه، لو عندي الكربوهيدرات او البوليسكرايد كبايو مولكيول هيبقى المونيمر بتاعه هو المونوساكرايد، الليبيد كبايو مولكيول هيبقى المونيمر بتاعه فاتي اسيد، النيوكليك اسيد اللي هو الدي ان ايه والار ان ايه بيعتبر في الجسم عندي بايو مولكيول، المونيمر بتاعه هو الديوكسينيوكليوتيد او الرايبو نيوكليوتيد طبقا للستراكشر سواء كان دي ان ايه او ار ان ايه. طبعا الكربوهيدرات موجودة فين؟ النشويات اللي انا باخدها، البروتين موجودة في الحاجات البروتينية زي اللحمة او الفراخ او كده، الليبيد موجودة في الزيوت اللي موجودة عندي، النيوكليك اسيد موجودة في بعض المكونات في الجسم. اول نقطة عندي مهمة لازم اهتم بيها في الكيمياء الحيوية هي عبارة عن الوتر. نسبة الوتر في الجسم تقريبا من 60-70% من الجسم بيحتوي على الوتر. الوتر له أهمية كبيرة جدا في الجسم. ايه الأهمية بتاعته او بيعتمد ليه انا ببقى انترست بيه ان انا اشرحه في اول حاجة قبل اي مكونات من مكونات الكيمياء الحيوية؟ لان معظم التفاعلات الكيميائية اللي في داخل الجسم عندي بتتم في الوسط المائي او الاكوا سوليوشن، وبالتالي انا ببقى انترست بنسبة الوتر. كل ما نسبة الوتر عندي كانت بنسبة سليمة 60-70% ده معناه ان الجسم هيبقى هيلسي اكتر. طبعا له امبورتنس كتيرة هنهتم بيها ان ديتيلز في المكان بتاعها او في المحاضرة الخاصة بيها. بعد كده هنهتم بالكربوهيدرات. يعني ايه كربوهيدرات؟ الكربوهيدرات طبعا موجودة عندي في العيش، في الرز، في البطاطس، في المكرونة and so on. يعني في حاجات كتير نشوية موجودة عندي موجود فيها نسبة عالية من الكربوهيدرات. الكربوهيدرات طبعا ممكن نسميه بالساكرايد، هو عبارة عن بايو مولكيول او مركب كبير موجود عندي بيتكون من الكربون هيدروجين اكسجين كاليمنت موجودة فيها. نسبة الهيدروجين للأكسجين بنسبة 2:1 زي الووتر بالظبط H2O. الاستراكشر بتاعه او الامبيريكال فورمولا بتاعته اللي هو CmH2O كل N. طبعا ال M وال N دول بيبقوا different number. ايه الانترست فيه او ليه انا بهتم بيه الكربوهيدرات؟ لان هو الميجور فود سورس والكي فورم اوف انرجي، يبقى هو اللي هيديني الطاقه، لان الغرض من ان انا باكل وجبه غذائيه ان انا احصل على الطاقه علشان اقدر اعمل الفسيولوجيكال اكشن بتاعي، يبقى هو الكي فورم اوف انرجي. الفانكشن بتاعت الكربوهيدرات طبعا زي ما احنا شايفين ان هو easily digested and absorbed، يبقى من السهل ان هو يحصل له هضم وامتصاص، وبالتالي هيبقى المين سورس اوف انرجي، بيديني طاقة بنسبة عالية. ممكن داخل في الاستراكشر بتاع السيل ميمبرين، داخل في الاستراكشر بتاع الدي ان ايه او الار ان ايه، موجود عندي في الاستراكشر بتاع النيوكليوتايد، مهم في الانرجي زي ما احنا قلنا.